وصفة النهاردة هي شيبس الأفران، يا سلام عليها ولسه خارجة من الفرن، ريحتها مفحفحة وقلب المكان، جنب كوباية شاي كشري كده، يا سلام عليها. معانا بقى المكونات بتاعتنا: معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كركم، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص كوباية زيت، وكوباية مية دافية زي دي ما تلاقين، حوالي 200 ملي، 4 كوبايات من الدقيق، هندخلهم 3 4 مرات كده، وهنحط كل المكونات على بعض تقليبة محترمة كده، وبعدين هنضيف الزيت، وهنبدأ بقى نبس العجين بتاعنا بالمعلقة على خفيف، وهنضيف بقى المية الدافية، مية تكون دافية. احنا طبعا مش هنخمر العجينة ولا اي حاجة، احنا هنريحها فقط لغير، هنقلب تقليبتين كده، وبعدين هنشمر كده، وندي العجين بقى حقه 5 6 7 8 مش اقل من 10 دقايق عجن، طلعوا طاقتكم بقى وكل الطاقة المكبوتة فيها، وهنلمها بالشكل ده ونعجنها 2 3 حلوين كده على الترابيزه، يعني كل مقدار العجن 10 دقايق، بقت طريه ولينه، وهنحطها في اي بوله عندنا كده، وهنرجعها البوله بتاعتنا الحلوه دي ونغطيها ترتاح نص ساعه، احنا مش عايزينها تخمر، احنا هنسيبها ترتاح. بعد مرور نص ساعه شايفين ارتاحت وبقت لينه، وشايفين بتمط ازاي، انا هقسمها على نصين، هشتغل هعمل صاج بحبه البركه وصاج بالجبنه الرومي، ممكن تعملوا صاج واحد بس زي ما انتوا عايزين. الصاج بتاعي مقاس 30 في 50، وهفرد كده العجين عشان اسهل على نفسي. الصاج دوت انا دهناه يعني مسحه زيت محترمه كده، وببدا بقى ان انا اعمل بالنشابه بتاعتنا كده، وافرد افرد ارقق، لان ده شيبسي انا عايزه رقيق جدا، بياض بيضه، ورحت على يعني بص نور يا جماعه دايما يعني ربنا يسامحهم بقى النور قطع في اللحظه دي، انا حطيت بياض البيض ودخلته الفرن على درجه حراره 160، وعملت الصاج التاني جهزته ورققته خالص خالص، لان ده احنا قلنا عليه شيبسي فرن، فلازم يكون رقيق جدا. بياض بيضه بقى وعليها شويه خل كده وشويه ميه، ونحط بقى حبه البركه او السمسم الاسود ونفس درجه الحراره 160، وحمصنا تحميصه محترمه كده بشكله في الاخر تحفه، يعني ملوش حل بجد، حلو قوي طعم وريحه، جنب كوبايه شاي كشري كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، كنت معاكم ولا طيب.